قوي قوي لما شفتها، قدرتش امسك نفسي انا وقتها، ما شفتش حد كده كده زيها، خطفتني بجمالها وسحرها. تعبت قوي قوي لما شفتها، قدرتش امسك نفسي انا وقتها، ما شفتش حد كده كده زيها، خطفتني بجمالها وسحرها. كانت موزة حلوة لبنيس، بلوندية شعرها ليس، وعليها بقى حتة جريت وراها انا وشطها، ضحكت عليها وعلى ابوها وامها، ورحت بسرعة خطفتها، خيشت في دماغي من وقتها. جريت وراها انا وشطها، ضحكت عليها وعلى ابوها وامها، ورحت بسرعة خطفتها، خيشت في دماغي من وقتها. كان موزة حلوة لبنيس، بلوندة يا شعرها ليبس، وعليها بقى حتة احسنت يا ست ادريه. ان شاء الله يخليك يا اخوي. والنبي يا اخوي ده انت بتعجبني، ده الرجاله دلوقتي بقوا عاملين زي النسوان ولعن. بتعجبني يعني؟ كلت الجو وكلت العنب يا عم. ده انا شويه يا عم. يا اخوي هو وسي عبده واكلين الجو على طول. بس انا زعلانه منك. زعلانه مننا احنا؟ ايوه، اصل انت لا مؤاخذه يا سي عبده عليك بصات يعني، مش ولا ابو. لا والله مش قصدي يعني، انا ببص عادي يعني. ايه ده انت بتبص لها بصه مش ولا بد ليه؟ في ايه؟ وانت خدت بالك من بصيته كده على السور؟ يا اخويا ما تسكت بقى. اسكت ده انا كده ازعل؟ لا يا اخويا ما رضينيش زعل. ايوه كده، بس انا عايزاهم يعرفوا ادريه على حق ربنا. يعني لا مؤاخذه يعني يا ست ادريه، واحنا ايه اللي ما نعرفوش عنك؟ بص يا اخويا، انا هعمل اعداد سهرات الناس تفرح وتنبسط، انما الغلط لا. طب معلش يا ست ادريه، عايز اسالك معلش سؤال، هو انت فعلا يعني كنت عالمه؟ كنت عالمه. مالها العالمه؟ مش قصدي والله، مش قصدي، انا بسال بس بستفسر مش اكتر. النبي ايام كانت حلوه، يا ريت ترجع تاني. انا كنت اروح الفرح ولا الطهور من دول، البلد كلها تهيص وتاكل وتشرب وتفرح، الفقير قبل الغني، وكبارات البلد بقى والصغيرين كانوا يستقبلونا كده عايزين يشيلونا من على الارض شيء. لكن الافراح دلوقتي بقيت تروحها نص البلد خايفه منا، والنص التاني عايزينها في لحمك. بطلت الافراح. ايه يا ادري، احنا ناقصين احزان وقصص واقعيه؟ احنا مالنا يا ادري، احنا ناقصين؟ يا اخويا هو اللي سأل. وبعدين خلاص ولا يهمك، ده انا هقوم احضر لكم عشاء تاكلوا صوابعكم ورا. تعشينا ايه؟ فته بالخل والثوم والكوارع. كوارع؟ ايوه كده حبيبتي يا ادري. يلا يا اخويا. يلا يا اخي يلا. كوارع تكارع. ايوه انت يا ابني. كوارع ايه؟ انت علاقتك ايه بيها بالظبط؟ كوارع بس. كوارع. الساعه بقت 12 واظن ما يصحش تبقوا قاعدين لحد دلوقتي. انت بتقولي ايه يا بنت انت؟ بقول الصح والاصول، ده ما حدش بيفهم في الاصول زي اهل بيت الشربيني. عندك حق. انت عارفه انت بتكلمي مين يا بنت؟ عارفه، وعارفه انهم هيفهموا قصدي. طب يلا يلا يا بنت نجرح جوه. يلا. ايه يا دري؟ طب والكوارع؟ عليا الاثنين، الكوارع تكون بعد 3 ثواني. معلش.